ولمزيد إذن من المتابعة ينضم إلينا من الناصرة الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. دكتور في البداية أرحب بك. إذن يعني حالة تأهب قصوى تشهدها دولة الاحتلال تخوفا من الرد الإيراني على مقتل إسماعيل هنية أو اغتيال إسماعيل هنية في الحقيقة، في رأيك إلى أي مدى قد تكون الضربة القادمة موجعة؟ لك بداية ولجميع المتابعة والمتابعين، الحقيقة الوصف الدقيق للوضع القائم هو الهلع والترقب استعدادا لما هو قادم من رد إيراني موجع. فلذلك يعني ما يميز الاجتماعات المتتالية، التصريحات، التحضيرات، التجهيزات، الوسائل الدبلوماسية، الوسائل العسكرية، كلها تصب في اتجاه واحد: تعبير القلق، الهلع، الخوف وعدم اليقين بماهية الضربة، كم ستكون مفاجئة وكم ستكون موجعة. لذلك هذه هي الصورة الأساسية، وهناك ضبابية كبيرة متعلقة بالأهداف الإيرانية التي لا تستطيع إسرائيل حتى الآن أن تقرأها بشكل جيد. ماذا هذا يعني يدعو؟ يدعو أن بنيامين نتنياهو يعني دعا إلى جلسة سريعة اليوم للحديث على هذا الموضوع. باعتقادي هناك جانبين أساسيين. الجانب الأول ليس فقط التحضيرات والبيانات الإعلامية التي نسمعها كل 10 دقائق، وأن بالأساس كان هناك العديد من المحاولات الدبلوماسية الإسرائيلية والأمريكية وإرسال رسائل إلى الإيرانيين وإلى أطراف أخرى بالشرق الأوسط لمحاولة، إذا لم يستطيعوا منع مثل هذا الرد، على الأقل أن يكون موزونا ويعني بسقف معتدل لا يوصل إلى حرب شاملة. وهنالك العديد من التحركات ال4-5 ساعات الأخيرة بهذا المجال، بإرسال رسائل سواء إلى إيران، إلى لبنان، إلى أطراف أخرى وازنة بالشرق الأوسط بما في ذلك العراق. الجانب الثاني لهذه التشاورات هو هل يمكن أن تقوم إسرائيل بخطوة معينة من أجل التهدئة والتبريد. هناك من يشجع إسرائيل، خاصة الولايات المتحدة وأطراف عربية وازنة، بضرورة الذهاب إلى صفقة تبادل أسرى. بضرورة الذهاب إلى صفقة تبادل أسرى من أجل تبريد الوضع في الإقليم. وحتى تصريح بنيامين نتنياهو الأخير قبل قليل والتي ذكرتيه في بداية الحديث هو يختلف عن التقارير السابقة. فلذلك بهذه المواضيع بالتأكيد سنرى في الساعات القليلة المقبلة، سنرى ما إذا كان بنيامين نتنياهو قد يلجأ لمحاولة للتهدئة، خاصة بعد حالة ما وصفتها بحالة الهلع التي تعيشها إسرائيل في انتظار الرد الإيراني. من الناصرة دكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.